كيلو من الجمبري، ايه صغير كبير زي ما انتوا حابين، اهم حاجه يكون متقشر كويس جدا والقشر بتاعه ما نرمهوش عشان اقول لكم هنعمل بايه دلوقتي. عندنا بصلايه مفرومه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الشبت المفروم، عندنا كمان فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، مكعبين من الزبده، معلقه كبيره من المستردة، كوبايه من شوربه الجمبري اللي انا هحكي لكم عليها دلوقتي، كوبايه كريمه طهي لو متاحه، مش متاحه هنستغنى عنها مفيش مشكله، معلقه كبيره من الدقيق، ومعلقه صغيره من البابريكا المدخنه، ومعلقه صغيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. اما الوش فهنحتاج له يعني شويه ميكس جبن كده حوالي كوبايه وبس كده. دي المقادير بتاعتنا. تعالوا بينا بقى كده نبدا كده ونسمي بسم الله ونقول. بس الجمبري الاول جبناه قشرناه، اخدنا الراس بتاعته والقشر بتاعته غسلناها كويس قوي قوي في ميه كده وغمرناه بالميه وشطفناه اكتر من مره، صفناه واخدناه على النار، حطيناه في حله، حطينا عليه ميه سخنه، ضفنا عليه بصلايه وجزرايه وفصين ثوم، حطينا كمان كرفس، وحطينا ورق لورا وحبهان ومستكة وملح وفلفل ورشة كمون، كل الكلام ده، وقلنا جزر طبعا وطماطم. هنحط كل الكلام ده ونغطي عليه، ولما يغلي نهدي النار بقى ونسيبه على النار حوالي ربع ساعة لنص ساعة. ايه اللي هيحصل؟ ان القشر الجمبري ده هيخرج لنا شوربة خطيرة، هي دي بلونها ده، تمام؟ هيبقى معانا شوربة حلوة جدا جدا، ويبقى كده استغلينا قشر الجمبري، مش مجرد جبنا الجمبري اخدنا الجمبري ورمينا القشر، لا استغلينا القشر انه عمل لنا شوربة حلوة جدا. تعالوا بينا بقى نشوف بعد ما خلصنا. اهم حاجة كمان ان الجمبري لما يتقشر ناخد السلسله بتاعه الظهر بتاعته نتخلص منها. تعالوا اوريكم مكانها فين عشان دي لازم تتشيل، لانها بتحتوي على رمل وفضلات الجمبري فلازم تترمي على طول، وطريقه شيلها بيبقى سهل جدا. فتعالوا اوريكم كده، ايه دي الجمبري مع مين يا استاذ حمدي؟ طيب ادي الجمبري اهو، بصوا بنفتح كده بالسكينه ونروح، هتلاقي هنا ماشي كده خيط اسود رفيع، ببتدي اشيله واطلعه وارميه، تمام؟ بالشكل ده علشان يبقى نضيف ظهر الجمبري كله متشال منه ويبقى نضيف معانا بالشكل ده. حلو قوي، تعالوا بينا بقى نشتغل. خلاص نظفنا الجمبري، خدنا القشر وحطيناه وعملنا بيه شوربه، تعالوا بينا بقى نشتغل في الوك بتاعنا. هنحط بقى حته زبده، بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب الزبده تسخن كويس قوي وابتدي بقى اخد الجمبري اللي احنا منشفينه، طبعا غسلناه كويس، نشفناه كويس قوي عشان ميبقاش فيه ميه. نار البوتاجاز بتاعتنا عاليه، هستنى كده الزبده تسخن كويس قوي قوي قبل ما انزل الجمبري. على طول اول ما الاقي الزبده سخنت قبل ما لونها يتغير وتغمق وتسود مننا، تعالوا بينا ننزل يلا الجمبري بسم الله ونديله تشويحه. التشويحه دي مهمه قوي، ومش هقعده على النار كتير، يا دوبك بس الجمبري يغير لونه، تمام؟ وابتدي ان انا ارفعه بقى من الطاسه بتاعتي او من الوك بتاعنا علشان نشوف هنعمل ايه مكانه. اهم حاجه في الموضوع الجمبري ما ينزلش ميته، لانه لما بينزل ميته ويفضل على النار فتره على بال ما يشرب الميه بتاعته تاني بيكون اتحول الجمبري بقى من جمبري كده لذيذ وبيقطم معانا طعمه مسكر لحاجه كاوتش كده بتشد مننا وطعمها مش لطيف، تمام؟ فضروري جدا الجمبري ما بيقعدش على النار وقت كبير خالص. يعني بصوا اهو بالظبط كده احنا حطيناه دقيقه، تمام؟ هبتدي ارفعه دلوقتي من على النار. ايه؟ طيب يلا هنشيل كده الجمبري بسم الله بعد ما خد التشويحه بتاعته السريعه جدا بدون اي اضافات، هو لوحده خالص.
في نفس المكان بتاعه نبتدي ننزل بقى عندنا بصل وعندنا ثوم. هنزل البصلايه بسم الله، وجنبها كده الثوم، وخلينا نشوح بقى البصل والثوم مكان تحمير او تشويح الجمبري، ريحه طالعه خطيره. تعالوا بقى في التوقيت ده نحط البهارات بتاعتنا، عندنا بابريكا وعندنا كمون ورشات بسيطه، مش عايزين كتير. رشه فلفل اسود. يلا نقلب بقى كله على بعضه. بعد ما كده حسيت ان الثوم بدا ياخد لون ذهبي فاتح، حلو جدا. عندنا بقى معلقتين من الدقيق، هبتدي اضيفهم. ونشوح الدقيق كده بعد ما شوحنا كويس قوي البصل والثوم. احنا كده بنحاول نسوي الدقيق تمام على النار. معانا بقى الشوربه بتاعتنا بتاعت الجمبري، صفيناها طبعا من بقى القشور والراس بتاعت الجمبري والكلام ده كله، والخضار البوكي جارنيه اللي احنا حطيناه، يبقى معايا الشوربه بيور تماما ما فيهاش اي شوائب. وهنا خلاص البصل والثوم والدقيق اتشوحوا كويس، ننزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بالشوربه بتاعتنا، ونبتدي بقى نفك المكونات كلها فيها. حلو قوي، طبعا مش قادره اقول لكم الطعم بيبقى عامل ازاي، شوربه الجمبري دي لوحدها حكايه مع باقي المكونات، وفي نفس الوك اللي اتحمر فيه الجمبري او اتشوح فيه الجمبري. هنحاول كده نفك مع بعض كده الدقيق بقى مع البصل والثوم كويس جدا. لو السمك بتاع الصوص ابتدى يتقل معانا. عندنا بقى هنا فلفل الوان وعندي مستردة، تعالوا بقى نحطهم. بصوا معايا القوام عامل ازاي، تحفه. وادي الفلفل، ومش هنطول بقى يعني، لا الفلفل عايزينه يستوي تسويه ويدبل بقى كده ويبقى ملوش شخصيه في الطبخه بتاعتنا او في الوصفه بتاعتنا، ولا الجمبري كمان عايزينه يطول. فعشان كده اخر حاجه بقى نحط الفلفل، هحط اضيف المستردة كمان. حلو قوي، ويلا بينا بقى على الخليط الخطير ده. اول ما يغلي كده انزل الجمبري. احنا معانا مجهزين كده طاجن ولا حاجه يا جماعه نحط في الفرن. نعم، طيب شفتهم الحمد لله. تمام، تعالوا بينا بقى ايه، خلاص كده غليوا كله مع بعضه. هدي الملح، وانزل الجمبري، حلو جدا جدا. واخر حاجه بقى الكريمه، تعالوا نحط بقى الكريمه بتاعتنا، ولو مفيش كريمه نحط نص كوبايه من اللبن وخلاص. كده بقى الطعم بقى حكايه ما شاء الله، والالوان والدنيا بجد خطيره. ما ندخله الفرن بالمره خلاص. هدي بس رشه من الشبت، والشبت مع الجمبري بصراحة حكاية. رشة من الجمبري كده تقليبة، سوري رشة من الشبت، هنرش جمبري صحيح. خلاص بقى يا جماعة، حاسة ان البايركس عايزين اكبر شوية. آه.
اضحكوا اضحكوا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة يا جماعة بجد خطيرة. نزلنا كده المكونات بتاعتنا. يعني ما شاء الله الدنيا زي الفل. تعالوا بينا اخر حاجة بقى، يلا نحط رشة من الجبن وندخل يعني تحت الشواية، مش عايزين اكتر من كده. زي الفل. يلا بينا على طول، مش محتاجين حاجة غير اننا ندخل الطاجن بتاعنا في الفرن وتحت الشواية علشان الجبنة تسيح وتاخد لون. نفتح بس الفرن كده، احنا ممكن نحطه هنا ونرفع كده الشبكة بتاعتنا ايه فوق شوية عشان نبقى قريبين للشواية اكتر. يلا بينا. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، طاجن جمبري بشوية صوص بقى كده على الرز، يا خبر تحفة ما شاء الله. طلعوا لكم قدام شوية يا أستاذ حمدي. يلا حلو قوي كده. عندي هنا كان عندي الشبت، هدي رشة شبت كده على الوش. الريحة مش ممكن بجد، الريحة جبارة. يلا رشة بسيطة كده وبس.